وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد عبد الرحمن جمشير، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. أهلا بك في نشرة الثامنة. كما تعلم بأن العلاقات بين البحرين والسعودية تشكل مثالا رائدا ومتميزا يحتذى به في التكامل بين الأخوة والأشقاء، هل تحدثنا أكثر بخصوص ذلك؟ بداية أشكركم على هذه الاستضافة. حقيقة تلفزيون البحرين اليوم أثبتوا بالفعل أنكم على قد المسؤولية، وغطيتوا اليوم الوطني السعودي تغطية شاملة من طول اليوم. صراحة يعني هذا يثل صدور جميع البحرينيين، لأن الأشقاء السعوديين يستهلون من أكثر من هذا الشيء. كما يسعدنا جميعا أن نرفع أسمى آيات التهاني إلى المقام سامي، مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء حفظهم الله، بمناسبة العيد الوطني والذكرى 92 للتأسيس للمملكة العربية السعودية، والذي نعتبره عيدا وطنيا لنا في مملكة البحرين. وهذا ما يؤكد عليه دائما قائد مسيرتنا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظه الله ورعاه، إن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في صف وخندق واحد، والبحرين كانت وما زالت وستبقى في هذا الخندق في الماضي والحاضر والمستقبل، وإننا على الدوام معا في السراء والضراء، وإن ما يجمعنا أكبر من مجرد علاقات بل إيماننا قيادة وشعبا بوحدة الهدف والمصير، وإن هذه الروابط تضرب جذورها في عمق التاريخ. وقد عرف عن صاحب الجلالة الملك الراحل عبد العزيز آل سعود حبه الخاص للبحرين، فاعتبر المواطن البحريني مواطنا سعوديا، كما شهدت زيارة الإمام سعود بن فيصل إهداء السيف المعروف بالأجرب إلى حاكم البحرين آنذاك. ومثلت تلك الهدية المكانة الرفيعة التي تحظى بها البحرين وحكامها لدى الأسرة السعودية. وبعد ذلك قام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظه الله بإهداء هذا السيف إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. ومن خلال الزيارات المتبادلة توطدت العلاقات، وتم بناء جسر الملك فهد الذي افتتح في عام 1986، وكذلك التخطيط للجسر الثاني جسر الملك حمد عما قريب بإذنه تعالى، وبناء هذه الجسور والطرق وإنشاء السكة الحديدية سوف يربط البلدين ويسهل انتقال الأفراد والبضائع، ينمي اقتصاد البلدين الشقيقين. نعم. وقد شكلت العلاقات البحرينية السعودية نموذجا في الأخوة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي أرسى قواعدها الأبناء والأجداد على أسس راسخة من وحدة الدين والتاريخ واللغة والدم والمودة والمصير. بالتأكيد هي علاقات يعني نموذجية ولها خصوصية، وأيضا لها أيضا رؤى مشتركة ووحدة مصير واستراتيجية واحدة. شكرا جزيلا لك السيد عبد الرحمن جمشير عضو مجلس الشورى، وشكرا على الإشادة بتغطية تلفزيون مملكة البحرين لهذا اليوم العزيز على قلوبنا، وهذا أقل تعبير ممكن تقديمه للأشقاء في السعودية. شكرا جزيلا لك.